ست الضرر واقع على القطاع كله، وكنا نتحدث الآن عن يعني بعض سمات التعافي خلينا نسميها. كلنا بنعرف أنه العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة أثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وأثر تحديدا على القطاع السياحي في الأردن. وكانت أشهر صعبة، آخر ربع لعام 2023، هذه السنة التي كانت سنة السياحة القياسية في تاريخ السياحة الأردنية. إنما نرى مؤشرات للتعافي بشهر 1 و2، مثل ما أسلفت أنا وحكيت، كنت يوم أمس في البحر الميت وأخذت ضيفي لقهوة بأحد الفنادق الكبيرة في البحر الميت، وسألت عن نسبة الإشغال، كانت من 45% إلى 47%، وهذا يعني بأننا وصلنا تقريبا إلى أرقام 2023، نسبة يمكن 5% أقل من العام الماضي. بعض المناطق تأثرت مثل البتراء تأثرت لأنه معظم زوارها أجانب وتحديدا أوروبيين ومن الغرب. نسبة الأردنيين والعرب الذين يزورون البتراء لا تتعدى 4%، فبالتالي صحيح تضرر الأدلاء السياحيين. وادي رم أيضا نموذج من المواقع التي يزورها أيضا الأجانب وتحديدا من الدول الغربية. نتمنى أن لا يستمر هذا الوضع، نعمل بكل طاقاتنا في وزارة السياحة والآثار بكافة أذرعها لتخطي هذه الأزمة بالقريب العاجل. وتعلمين بأن القيادة على مستوى جلالة سيدنا يعمل بدأب ليل نهار لوقف هذا العدوان على أهلنا في غزة، الذي نتمنى أن لا يستمر طويلا.